أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال حقوقه المشروعة وأضاف الرئيس السيسي أن معبر رفح مفتوح على مدار اليوم لدخول المساعدات مشيرا إلى أن هناك عراقيل من جانب إسرائيل في دخول المساعدات أقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها أكل الإيه الأكل الإيه الأساسيات شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقمة عيش شكلوها بقالنا أربع شهور. بالمناسبة غزة كنا بندخلها قبل كده مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنة. 600 يومياً. إحنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 200 220 شاحنة. طب الناس دي عايشة إزاي؟ الناس دي عايشه ازاي؟ بالمناسبه انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا لا. انا هقول لكم كلمه صعبه قوي. انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة أروح من ربنا فين؟ لا والله مصر معبر الرفح مفتوح على مدار ال 24 ساعة في السبعة أيام في ال يوم. إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتؤدي لكده. وده شا ده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن. يعني هم بيستخدموا ده كوسيله من وسائل الضغط على السكان. ادي الحكايه. طب انا بقولها دلوقتي عشان اسجل ان احنا في مصر لا يمكن. ولازم تكونوا متاكدين من ده وانتوا قاعدين في بيتكم ومن غير انا ما اقول. ولا يطلع بيان من ال... هيئه الاستعلامات ولا من الخارجيه ولا من الداخليه ولا المخابرات العامه، احنا ما نعملش كده. احنا ما بنعملش كده.